اولا ال 30 سنه اللي كان فيهم رئيس جمهوريه عشنا في امن وامان وعشنا في استقرار وعشنا في انتماء. يعني البلد كان فيه نمو وكان فيه اقتصادنا كان من احسن الاقتصاد، سياحه كنا في اعلى نسبه السياحه. لما جت 25 وكسه علينا ونكسه رجعتنا لورا. النهارده الفقراء في مصر بيبكوا عليه، الفقراء والمحدودين الدخل يا ريس بيبكوا عليك، لانك كنت بتعمل انت نمو في البلد بس مش على حساب الفقراء يا ريس، كان قلبك من جوه حنين عليهم.